السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر إن بي إم دبليو بدأت تستعين بالروبوت أو بالإنسان الآلي في قلب المصانع بتاعتها، ودي حاجة يعني تطور رهيب. دلوقتي بقى هو الإنسان الآلي فيه ذكاء اصطناعي، بحيث إن هو يبقى عارف يتحط فين ويقدر إن هو يتعامل مع التطورات والتغيرات. وده طبعا كنا المشكلة تانية، طب البشر اللي كانوا شغالين في المصانع دول هيحصل لهم إيه؟ ما هو كده من حيث التكلفة هيقول لك الإنسان الآلي ممكن يكون أرخص، من حيث عدد ساعات الراحة، من حيث يعني حاجات كتير جدا. فالموضوع يعني خطر، لازم ناخد الموضوع بجدية. تمام، ده الشكل بتاعه بيحاول يقرب كل شوية من البشر. الخبر هو برضو، طيب في دول متقدمة قالت لك احنا هندي العامل البشري المرتب اللي كان بياخده سواء اشتغل او مشتغلش او عدد الساعات بتاعته هتقل، لكن في دول اكيد مش هتعمل كده. في دول اصلا بتاكل حق المواطن. ف ده بيفكرنا بأفلام يعني الخيال العلمي اللي كانت متشائمة. وطبعا لما الموضوع ينجح هيستثمروا كتير جدا في الموضوع دوت. طيب في تكنولوجيا برضو موجودة في قلب الاختراع دوت، وهو ان مثلا ممكن انا اكون موجود في دولة وفي مشروع في دولة تانية خالص، او مطلوب مني حاجة معينة، فممكن اخلي الروبوت دوت يبقى انا شايف هو شايف ايه، يعني انا لابس نظارة فانا شايف اللي هو شايفه، ويبدأ ان هو يحط الحاجة ديت. والموضوع ده انا جربته مع صديق ليا في المانيا، يعني هو لابس نظارة فيرتشوال رياليتي وانا بقيت شايف على الشاشة نفس اللي هو شايفه، يعني الشاشة عندي كأن انا لابس النظارة، واقول له بقى حرك ايديا اعمل كذا. هنا بقى اهو يعني ممكن مثلا في طبيب جراح قوي جدا في مكان، فبدل ما كل ما يحصل حاجة يبعتوه الدولة الفلانية، لا هو في نفس المكان بتاعه، ويبدأ الروبوت يلتزم بنفس الخطوات اللي الشخص ده هيعملها. فدي تكنولوجيات رهيبة جدا، انا موجود اهوت، مجرد ان انا احرك ايديا هو الروبوت بيلتزم بنفس الحركة اللي انا بعملها. بيفكرني بفيلم خلطبيطة بالصلصة، هو الفار كان يشد ويبدأ ان هو يتحرك نفس الحركة وهكذا. تمام، بس ويبدأ بقى طول اليوم يلتزم بالشغل اللي انت بتطلبه منه. فخبر ما ينفعش يعدي علينا من غير ما نبدأ نفكر في التبعات بتاعته هتحصل ايه بعد كده.